سلاما وبنيانا لكنيسة الله المقدسة. يا رب الذين قدموا لك سيدك ساستي برتون اجيون تيميون دورون توتون كيسيسيوني مون كبروسترون تون كيري امين اللهو يا
منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ ويبارك حياة قضاء البابا الانبشنود الثالث وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف في الأنباء يؤنس ويجعلنا مستحقين أننا لمن شاكت أسراره المقدسة لمغفرات خطاياه يا رب الأرحام من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب
حب البشر امنح لنا ان نكمل هذه الليله المقدسه وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافاتك. افترس نبين برسموس نبين انرجيا نبين انت ابسط ناس ابسط شيني انت هنرومي ابفو نيم مبتم في بشو ينتي هنجاجي نيتي نيم نيسو نيبول أليتو إبول هارون نيم إبول هابك لو سرب نيم إبول هاتاي إترابيزا ساي نيم إبول هاباي ما إسوا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا. والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أنفاه الرسل الاثني عشر فم القديس مرقس الرسول الشهيد والبطريرك القديس سويروس ومعلمنا ديسبوروس القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الكاهن الشهيد والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس توفيلوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 328 مجتمعين بنيقيا وال150 بالقسطنطينية وال200 بأفسس فارتي قد انت بخير الصور
عندني دعوتهم كل سواري بتشوي زرم نان بكوي بورن تن النومي يتن برق بيام تبي شاش تبارشي شيرين زخاريا سبت توي صريم مطنان بكم قولن دين النوبي يتن شينت ماشوي سيليوتي الابوستو نوشني نسرين تيني ماسيتي سبشوي صريم مطنان بسوريموس إبانجينيستيس أرخوس في أبوس طولوسيب توي ساريموس تانم بكو فورين دين النوم إيتني إبشي إنتي أصلاف Slovoros e martiros pechoisem or gorgios theodoros stratin latis filo batir mercurios avamina enteni paiatem tois aremot danem bico e vole tenen novi eteni Oh,
البولس فصل من رسائل معلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس، بركات علينا أمين. لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر النفاق والشهوات العالمية لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المغبوط وظهوره ومجد الله العظيم ويسوع المسيح مخلصنا. هذا الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم، يطهرنا لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، ولا ترخص لأحد أن يستهين بك. ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين، ويكونوا لطفاء مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، سالكين في الشر والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. فلما ظهر لطف مخلصنا الله ومحبته للبشر، لا بأعمالنا في بر عملناه نحن، بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى يسوع المسيح مخلصنا، لكي نتبرر بنعمة ذاك ونصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فلتكن معكم ومعي يا آبائي وإخوتي، آمين. كافي لكم رسالة معلمنا يوحنا الرسول الرسالة الأولى، بركات على جميعنا، آمين. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي جاء بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم جداً، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي شهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت، فليطلب أن
فليطلب أن تعطى له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها. كل ظلم فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. أيها الأبناء، احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. بفاي ببشيري بامنري فصل من قصص أبان الحواريين الأطهار المشتملين بنعمة الروح القدس، بركة الصلوات وطلباتهم وصلوات وطلبات أبينا القديس البابا الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يوهنس، فلتكن مع جميعنا يا أبا إخوتي أمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريقة الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ يوحنا يجاهر في المجمع، فلما سمعه بريسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حض الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه.
فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواح العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذا، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: أن يوحنا عمد الشعب بمعمودية الطوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمد باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليه حل الروح القدس عليهم، فتفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة يا أبائقتي آمين. اليوم 11 من شهر طوب المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم، وأنتم مغفور الخطايا من قبل مراحم الله، آمين. في هذا اليوم من سنة 31 للميلاد اعتمد سيدنا وإلهنا وربنا يسوع المسيح من يد القديس يوحنا الصادق، ويدعى هذا اليوم باليونانية عيد السيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، لأن صوته من السماء، صوت الآب من السماء قال: هذا هو ابني الحبيب، والابن قائم على الأردن، والروح القدس شبه حمامة نازلا عليه، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان أن السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، فصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير: وفي الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لذلك جئت أعمد بالماء. ففي هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح وأنه ابن الله وحمل الله الذي يحمل خطية العالم، لذلك صار هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين، فيتطهرون فيه بالماء مثالا لمعمودية السيد له المجد، وينولون بذلك مغفرة خطاياهم. لإلهنا المجد والكرامة والسجود من الآن وإلى دهر الدهور آمين. Yeah.
بيضاء Yeah.
السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار الكسيش كان يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب العين كلنا تبصر والأذان كلنا تسمع فأن نستيقن نسمع نعمل نجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاة وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فلقد يا رب نيحهم والمرضى فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صل مستضافيدا ليلو Evangelio
شي سنتين يقوم كيري فلوق سونك توكا آتا يؤن من أقيو بنقليو جوانا غنوس ما صايم سيحي معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين مبارك الآتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب أنت هو إلهي فأشكرك إلهي أنت فأمجدك هللويا. الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير بركاته علينا آمين بين شويس ووف بن نوت ووف بن ستير ووف بن أورو تيرين إيسوس بي خريستوس بشير مبنوت إتونخ في أو نفشا إني الله لم يره أحد قط الوحيد الجنس الإله الذي هو في عهد أبيه هو خبار وهذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين يسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه إلي أنت فقال لا النبي أنت فأجاب لا فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي وكان قد أرسل إليه من الفريسيين فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت أنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمدكم بما ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي أنا لست مستحقا أن أحل سيور حذائه هذا كان في بيت عنيا في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد وفي الغد نظر يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت أنا عنه إنه يأتي بعدي من قد صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت لأعمد بماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني لأعمد بما هو قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي سيعمد بالروح القدس وأنا قد عينت وشهدت أن هذا هو ابن الله